الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم حنتكلم إن شاء الله عن كيفية جلب ترافيك مدفوع ومجاني لكليك بانك. طبعا إذا أنت جديد على كليك بانك وحابب تعمل ترافيك، في طريقة جديدة اكتشفتها بصراحة كثير حلوة كثير رائعة، اللي هي بتجيب منها ترافيك مستهدف 100% من موقع اسمه يودمي. طب خلي آخر شيء يودمي نحكي عنه، وأول شيء خلينا نحكي عن الترافيك المجانية. لنفرض انك انت بتسوق لجرين برودكتس. جرين برودكتس هي المنتجات الخضراء او المنتجات يعني المنتجات غير ضارة، او مش عارف المصطلح بالعربي بالضبط. هتعمل توب في جوجل، توب 10 جرين برودكت فوريوم. هنشوف هون مثلا توب 10 ايكو فريندلي اوفيس برودكت. لا هاي بحكيك عن البرودكت. توب 10 جرين فوريوم جرين، هاي عنا فوريومز هون. هيلثي فود اند بيفرج تريدز لبوست 117 مثلا، خلينا نشوف الفيوز. حتلاقي عندك 3330، 2100، 3600، 6700. حتلاقي نمبر من الفيوز حلو. انا قبل تقريبا ساعتين لقيت للفاشن، لقيت شيء كثير حلو، خليني اشوفه انا وياكم مع بعض. ستايل فوريوم. ستايل فوريوم كثير 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 في مشاهدات واشياء يعني حلوة. هلا خليك تشوف ارقام ان شاء الله. ستايل فوريوم طبعا لقيت فيه اكثر من مجال، اكثر من حكي في عندنا هنا alert you have been awarded a trophy. طيب تمام، خلينا نشوف ايش في عندنا في الثريدز. طلع هون مثلا فيوز 19، فيوز 240,000، فيوز تقريبا مليون، فيوز 2,700,000. انت لو عرفت تستعمل هذا الموقع حتجيب منه مشاهدات بشكل رائع وكثير حلو كثير، يعني طلع 6,400,000. صحيح المنشور 2009، لكن في عندك 6 مليون فيو، وفي عندك ناس اكتف يعني مومنت اجو 1 مينيت اجو واحد كان عامل كومنت. طبعا هتقدر في هذا الفوريوم تعمل حساب وتعمل طبعا فولو لناس معينين، هاي ممبرز مثلا. حتشوف ديسكشن، في عندك 361,000 ديسكشنز شغالين هلا، مسجز 8 مليون وشوي. خلينا نشوف مثلا لو هذا الشخص بدي اعمل له فولو، حتشوف مثلا معلومات عنه. ممبر سينس اللي هو من 2007، مسجز عامل 4099 مسج، لايتس ما فيش، ريسيفد 2417 مسجز، تروفي بوينت عنده 83، وتريد ريتنج عنده 0%. اذا هذا الفوريوم كثير رائع، زي ما انت شفت فيه مشاهدات كثير رائعه، في ناس كثير اكتف عليه. طبعا انا عملت بوست تجربه قبل شوي، مش عارف اذا موجود. هيو 19 فيوز، في 19 فيوز لهذا البوست. بليزرز عملت اجلكم الله، اللي هو يعني بليزر للشباب، ففي عندي 19 فيو، جايني انا مسج واحد 19 فيو. حتشوف هون كليك تو اكسباند، هذا للمنتج ما فيش عليه ولا كومنت ولا شيء، بس ما صار له تقريبا ساعتين اتوقع. 19 فيو شيء كثير جيد بالنسبه لانه انت عم تستهدف ناس، في عندك تاجز تستخدمهم، عم تستهدف ناس معينه، في باي اند سيل لو عندك منتجات حتبيعها، في كلتشر، في ستايل ادفايس، في الفوريومز. هذا الموقع كنز للناس اللي تعرف تستخدمه، للناس اللي تعرف تستغله. طبعا اكيد حتلاقي اكثر من فوريوم في مجال تخصصك، المجال اللي انت عاوز تشتغل فيه، اللي انت حابب تشتغل فيه، اكتب على جوجل توب 10 كذا كذا فوريومز. هاي بالنسبه للترافيك المجاني. حترك لكم اللينك ان شاء الله تحت الفيديو عشان تسجلوا فيه. طبعا نرجع لكليك بانك، حكينا الدرس الماضي كيف تختار منتجات. اليوم مثلا جرين برودكت، مع اني انا ما بحب اشتغل جرين برودكت، بعتبره مجال ما في كثير سيلز.
مثلا لو هيلث اند فيتنس، انت عارف الناس كلها حاليا شغاله على الهيلث، يعني الناس بتهتم تخسر، بدها تخسر وزن، فتختار المنتج المناسب لك. شوف هذا المنتج مثلا $116 افريج سيل، يقول لك حتاخذ من 50 ل 75% من 115، من 116، كثير مبلغ خرافي، كثير مبلغ رائع. نرجع على اليودمي. يودمي هو مدفوع، حتشوف هاي الصفحة الرئيسية، هاي الصفحة اللي تكبس هون على السولو ديلز، حتطلع لك هاي الصفحة هون، حتشوف ناس عنده 54 اوردر، 551 فيوز، هذا الشخص اولويز فريش اند توب كواليتي دومس الى اخره. يودمي سبيشال ديلز، ماي باير جيت سيلز، هذا لو انت كنت عم بتبيع، يقول لك ماي باير جيت مينيمم 80% هاي كواليتي سولو ادز الى اخره. حتنزل تشوف العروض اللي عاملها، يقول لك 500 فيزيتورز حيكلفوك $198، لا انت حتعمل تشيك للايش؟ لل 23 لل 50 فيزيتورز. ال 50 فيزيتورز خلينا نشوف من وين راح يكونوا. 44% فلترد كليكس، يعني 44% فلترد، اللي هو كليكس يعني مختاره، منهم 87% من امريكا، 2% من كندا، 2% من استراليا، 2% من يونايتد كينجدم، 1% من انديا، والباقي من بقيه. شوف الناس شو معلقه عنده هون، حيحكي لك واحد مارك اللي هو جود سولو، 1 فري ترايل ساين اب، حلو. يعني هاي الناس في عنده من الزيارات اللي مشتريها 1 فري ترايل ساين اب، واحد عامل ساين اب، 1 سيل جريت جوب، عامل واحد عامل عنده ساين، واحد مشتري يعني 1 سيل، السيل هاي احتمال جايب منها 50 او $75 او الى اخره. يو نو يو دونت، هذا بحكي له انه انت مش فيش داعي تكون تحكي عن حالك، لانه الناس كلها تعرفك. ديليفر از ادفرتايزد، جات تو سيلز، هذا الشخص عنده عامل عمليتين بيع، التو سيلز احتمال ربحان منهم 100 او 250 او 200 او 10 او الى اخره. هذا الموقع حتسجل فيه بكل سهولة عن طريق الفيسبوك او عن طريق جوجل، حتدخل الصفحة زي ما حكينا سولو ديلز، او تعمل فايند سيلرز. بس انا اللي تعلمته سولو ديلز، وحتعمل طبعا هم هذول على الاغلب حيبعثوا عن طريق ايميل ليست، حيكون عنده ايميل ليست مثلا يبعث ل100 منها او يبعث ل1000 حسب انت بتشتري. لو بعث ل1000 حيصل ل1000 مستهدفين، وبالغالب هم ناس بتشتري. وهيك بنكون خلصنا بالنسبة لليودمي. إذا شرح سريع، إعادة سريعة، حنكتب على جوجل توب 10 الموضوع اللي أنت بدك إياه، سيلز توب 10 أي مين فوريوم سوري، وحتلاقي الفوريوم اللي مناسبة لك تسجل فيها، تبدأ تبنى نفسك بالفوريوم، لأنه الفوريوم ترافيك مجاني رائع وسهل. مصادر أخرى تويتر، لازم تركز على تويتر أكثر من فيسبوك. تويتر خاصة للناس اللي تشتغل في الأشياء الأفلييت، احنا نعرف أنه أغلبه أجنبي نشتغله إنجليزي، يعني لازم تركز على تويتر، الهاشتاجز، تبني صفحتك على تويتر، تعمل فولو لآلاف الأشخاص حتى إن شاء الله تحصل على، وتعمل نشر بشكل دوري لو 4 5 مرات في اليوم حتى تحصل على فولوورز. إنستغرام ما اشتغلت عليه قبل هالمرة بصراحة. فيسبوك جروبس وفيسبوك بيجز ونرجع وارجع اكرر، ريدت كثير مهم، في عندي فيديو موجود عن الريدت بامكانك تحضره كيف تحصل على زيارات من الريدت. شكرا لمتابعتكم، يعطيكم الف عافيه.